الفكاهه والدم الخفيف ما كيتصنعش، هو كيكون مخلوق مع الانسان. فبحكم انني كنتمي واحد العائله فنيه، حكم انني مني انا صغير كنتحك وكنتحاك مع واحد مجموعه من الفنانين، كنكون ديما الاقرب الى الفنان المغربي والروح ديالو المرحه، فهي تخلقات فيا من الصغر. ولكن الشخصيه ديال مراد العشابي لا تشابه الشخصيه مثلا ديال غسان او شخصيه عندي ما يفيد او مثلا شخصيه لوزين او شخصيه نواره او مسلسلات اخرين. فكل دور الا وعنده واحد اللمسه ديالو وعنده واحد الخطه باش كنخدموا. فاما الشخصيه ديال مراد العشابي لا علاقه لها بجميع الشخصيات اللي اديت، هي شخصيه اخرى مختلفه بواحد الاختلاف كبير وكبير جدا. فغير هضرنا مثلا على شخصيه ديال عندي ما يفيد، هي شخصيه ديال واحد الصحفي اللي عنده طريقه خاصه وكيعطي واحد الاسئله خاصه اللي كتحاول انها تكتشف انسانيه الانسان مثلا في ذاك الفنان بواحد الطريقه كوميديه مرحه خارجه عن المالوف. لاننا ملينا من الحوارات اللي كتحاول اكثر انها تلمع الصوره ديال الفنان، ولكن هذه كتخرج انسانيه الانسان في الفنان بطريقه كوميديه ديال الضحك والتريقيل. وكنتمنى ان الجزء الثاني او الجزء الثاني ديال سلسله حي البهجه تكون في المستوى، وكنتمنى الجزء الثالث او الموسم الثالث ديال عندي ما يفيد يكون في المستوى ويكون عنده ما يفيد. وكنشكر جميع الناس اللي عاونوني وقفوا معايا في جميع الاعمال اللي قدمت. شوف علاقتي بالانستغرام، هو الانستغرام والفيسبوك هو واحد المنبر ديال التواصل ديال الفنان. للاسف في المغرب تحول الى منبر الفحان والوشان، فاي واحد كلا مثلا سباكيتي كيدوزها، اي واحد مشى للعرس ولا الزرده ولا كلا كيكه كيوجدها. فتستغل الانستغرام والفيسبوك في غير محله. الانستغرام والفيسبوك دار التواصل الافاده والاستفاده، ما دارش اننا نتبوزاو او اننا نحطوا واحد الحويجات اللي ما عندش الاخرين. فالانستغرام المهمه الاصليه ديالو هو كينفع الفنان انه يتواصل مع الناس ومع الجمهور ديالو ويقدم الاعمال ديالو، ماشي يقدم الممتلكات ديالو ويتبوز على عباد الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.